الشيخ النخدكي رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي كانت له كرامات وكانت له قضايا عجيبة، أوصي الإخوة أنه يأخذون هذا الكتاب الذين يعرفون اللغة الفارسية، حقيقة من الكتب المربية، كتاب نشانز بنشانها، يعني ترجمة هذه اللفظة بعبارة ثانية لعله يكون المغمورون، المغمورون الذين لا يعرف لهم اسم ولا يعرف لهم رسم وليسوا بصدد هذا المقام. في هذا الكتاب ينقل قضايا هذا الرجل، القضايا العجيبة، وكيف أنه كان الأفراد الذين عجزت عنهم الوسائل الطبيعية، عجز الأطباء عن معالجتهم، كانوا يذهبون إليه وبكشمشة واحدة كان يعطيها، فكان الله تعالى يجعل على أيديهم الشفاء على يد هذا الرجل بهذه الكشمشة. مئات الأفراد عالجهم بهذه الطريقة، أو بورقة كان يكتب عليها آية قرآنية. الشيبة شايفيه بعضهم، وبعضهم الآن موجودين هنا وينقلون قضايا عجيبة عنه. هذا الشيخ من جملة الأشياء المذكورة في أحواله، يذكر في أحواله أنه كان مصداقا لهذا الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صفات المتقين، وكان غامضا في الناس، يعني مو معروف، يعني مجهول. إذا معروف فرضت عليه الظروف أن يكون معروفا، يحاول أن يكون عمله مجهولا. كان مجهول، كان رجل عالم من تلاميذ المجدد الكبير المرزا محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، صاحب قضية التنباك، هذا من تلاميذه. هذا جاء إلى مشهد، رجل عالم درس عند هذا الفقيه العظيم، ولكن مين الظاهر مين يتكلم؟ السيد الخنساري رحمة الله عليه المرجع الكبير أيضا كان كذلك، ما كان يتكلم، ما كان يحاول أن يظهر ذاته أنه أنا، فكان ساكت، فكانوا ينظرون إليه كرجل عادي ما كانوا يعرفوا. في يوم من الأيام كان هنالك مجمع علمي يضم أقطاب مشهد، علماء مشهد، فقهاء مشهد، وكان هذا الشيخ أيضا قاعد في زاوية، فطرحت مسألة ما حد عرف يجاوب عنها، مسألة فقهية غامضة أو أصولية كذائية، مسألة ثانية ما عرف واحد يجاوب عنها، وسكت الجميع. فتوجهوا إلى هذا الشيخ، قالوا له أنت شو تقول في هذه المسألة، المسألة الأولى، فأجاب عنها بما أبهر العلماء الحاضرين. طرحت المسألة الثانية، عجز الجميع عن جوابها، توجهوا إلى هذا الشيخ المغمور فأجاب عنها بما أبهر الحاضرين. ثلاث مسائل غامضة يجيب عنها بإجابة يعجز عنها العلماء الكبار. فتوجه صاحب البيت السيد الحائري من كبار علماء مشهد في ذلك الوقت، وقال بارك الله، احنا ما كنا نظن أن هذا الرجل له هذا المقام العلمي العظيم، ما كان يظاهر، بارك الله في المجدد الكبير، شلون رب أمثال هؤلاء التلاميذ، هذه تربية المجدد الكبير.